تم تم فيديو تيني تيني مع براذر سيستر فاميلي ايجيبت كان كان دون جنازة اوكي تي تم في ابنهم وبالله وسلم تي اللي تم اوكيแค่ถ่ายทอดไปให้ญาติแกดูที่โอ้ได้
ได้ได้เดี๋ยวได้มีคนนี้4คนเดี๋ยวเอาได้ได้ไม่ยินหรอกได้ตัวเองให้แกอยู่ที่ให้แกอยู่ที่ไม่ได้รู้เลยไม่ได้ไม่ได้ตรงกลางก็ได้ตรงกลางก็ได้โดนเอาเดี๋ยวลงไปก่อนเดี๋ยวไปเหยียบมันได้ไปถล่มเอาเช็คหันหลังลงนะหันหลังลงด้านเนี้ยหันจับหันหลังลงจับทิ้งหน่อยจับแกหน่อยแกไม่สบายจับแกหน่อยแกขาไม่ดีแกขาประคองแกหน่อยแกขาไม่ค่อยดีมาได้
ไม่ได้ไงเดี๋ยวนักมันก็ได้นักด้านนี้คนนึงเอาเดี๋ยวไอ้นักไปไปไปเชิญเลยบิสมิลลาالحمد لله رب العالمين الحمد لله إن لله وإنا إليه راجعون اللهم أجرني في مصيبتي وأخرج خيرا منها الحمد لله رب العالمين وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت الله المستعان سبحان الله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت وهو على كل شيء قدير الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين كان ذلك في الكتاب مستورا كل شيء معلوم عند الله عز وجل مكتوب سبحان الله فلا نملك من أمرنا شيئا الحمد لله Yeah.
ليه تقليم انت تقليم؟ نعم بحر البحر هذا؟ نعم قريب هذا الحمد لله هذه نوع لا 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 Don't keep up that job and watch around. Hey, what's that? Hey, اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها واكرم نزولها ووسع مدخلها واغسلها بالثلج والماء والبرد ونقيها من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس. اللهم ابدلها دارا خيرا من دارها واهلا خيرا من اهلها. قبلة قبلات قبلاتنا قبلة قبلة هم قبلتنا ني قبلتني نعم البحر هنا البحر هنا القبلة يعني تنكن دعاء قبلة ما يشيك قبر. اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها وأكرم نزولها ووسع مدخلها واغسلها بالثلج والماء والبرد ونقيها من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم أبدلها دارا خيرا من دارها وأهلا خيرا من أهلها. اللهم إن كانت محسنة فزد في إحسانها وإن كانت مسيئة فتجاوز عن إساءتها. يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا رب الأولين والآخرين فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة. اغفر لأمي يا رب وارحمها واجعل قبرها روضة من رياض الجنة. اللهم اجعل قبرها روضة من رياض الجنة ولا تجعل قبرها حفرة من حفر النيران. اللهم ارزقها الفردوس الأعلى. اللهم ثبتها عند السؤال. اللهم ثبتها عند السؤال. اللهم ثبتها عند السؤال. اللهم أكرم نزولها. اللهم أكرم نزولها. اللهم وسع مدخلها. اللهم وسع مدخلها. اللهم جازها بالإحسان إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا. يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم أغثنا يا رب. اللهم أغثنا يا رب. اللهم يا رب الأولين والآخرين يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. أنت الأول فلا شيء قبلك وأنت الآخر فلا شيء بعدك وأنت الظاهر فلا شيء فوقك وأنت الباطن فلا شيء دونك. ثبت أمي عند السؤال. اللهم ثبت أمي عند السؤال. اللهم ثبت أمي عند السؤال. اللهم اجعل قبرها روضة من رياض الجنة. اللهم اجعل هذه الليلة خير لياليها. اللهم اجعل هذه الليلة خير لياليها. اللهم أبدلها دارا خيرا من دارها وأهلا خيرا من أهلها. يا حي يا قيوم يا رب الأولين والآخرين يا ذا الجلال والإكرام يا رب الأولين والآخرين. لا إله إلا أنت. لا إله إلا أنت. لا إله إلا أنت. الرحمن على العرش استوى. لا إله إلا أنت يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين يا رب السماوات والأرض قيام السماوات والأرض وما فيهن قيوم السماوات والأرض ومن فيهن. يا رب يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لها. اللهم اغفر لها وعافها واعف عنها
وأكرم نزولها ووسع مدخلها واغسلها بالثلج والماء والبرد ونقها من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم لا تفتنا بعدها ولا تحرمنا أجرها. اللهم لا تفتنا بعدها ولا تحرمنا أجرها. اللهم لا تفتنا بعدها ولا تحرمنا أجرها. يا رب الأولين والآخرين، يا ذا الجلال والإكرام، يا رب الأولين والآخرين، يا ذا الجلال والإكرام، يا رب الأولين والآخرين، يا ذا الجلال والإكرام. اغفر لها وارحمها، عافها واعف عنها، أكرم نزولها، وسع مدخلها، اغسلها بالثلج والماء والبرد، نقها من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم إن كانت محسنة فزد في إحسانها، وإن كانت مسيئة فتجاوز عنها. اللهم اغفر لها، اللهم اعف عنها، اللهم اعف عنها، اللهم اعف عنها، اللهم اعف عنها. ابدلها دارا خيرا من دارها، وأهلا خيرا من أهلها. يا رب الأولين والآخرين، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم. ثبت أمي عند السؤال، اللهم ثبت أمي عند السؤال، اللهم ثبت أمي عند السؤال، اللهم ثبت أمي بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم يا رب الأولين، أرسل لها من يبشرها بالجنة. اللهم يا رب الأولين والآخرين، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم. نسألك خير المسألة يا رب، نسألك خير المسألة وخير الدعاء، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.